لكن ربما لضيق الوقت لم نتمكن من أخذ المركز الثالث. هذه انطلاقة أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء أيضا للشوط الأول الرئيسي للثنايا قعدان، وانطلاقة جديدة وستة كيلومترات أخرى ستحمل في طياتها الكثير والكثير من هذه الأسماء المشاركة: صوقان، بركان، رشيد، ظبيان، الفايز، والباز، ورياض، وشاهين، والفايز، وفريد، عفيف، وليف، الحاكم، أيضا يشارك شكلان، ومزاح، ومختار، وغازي، وفريح، ورياض، ومرهب، وصوغان، وشويل، وضبيان. إذا 23 اسم انطلقت أيها الأخوة الأعزاء. أتمنى التوفيق لكل هذه الأسماء المشاركة في هذا الشوط، ونتمنى أن نرى الندية والتنافس والإثارة. مقدمة الشوط مع أول كيلو متر ينقضي الباز لسعيد بن حبيبة المري، يلي الباز في المركز الثاني، هنا وليف لسعيد بن حمد بالزيوح نقل إلى المركز الثالث. المركز الثالث يحتله عفيف راشد بن ناصر الجبر النعيمي، بينما المركز الرابع فريد لجار الله بن حمد بن سالمين المري، والمركز الخامس رشيد يحتل المركز الخامس لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين، سليمان بن حمد بن جبرين، واللي ضمر رشيد مضمر رشيد محمد بن قريع المري. هذه الخمس المتقدمة الأولى أيها الأخوة أيها الأعزاء، ونبارك لمالك الأبرقة الفائزة بالشوط الأول الرئيسي للثنايا أبكار. كل التهاني لغانم المنصور آل سيف الخيارين على هذا الفوز وعلى توفيق الأبرقة في هذا اليوم. نعود أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء إلى مقدمة الشوط وإلى الباز، وسعيد بن حبيبة المري يقود المسير الباز وبتضمير وبقيادة سعيد بن حبيبة، بينما النقلة إلى المركز الثاني. المركز الثاني وليف لسعيد بن حمد بالزيوح المري نقلة إلى المركز الثالث. ومن يحتل المركز الثالث أيها الأخوة؟ هنا عفيف لراشد بن ناصر الجبر النعيمي نقلة إلى المركز الرابع. فريد يحتل المركز الرابع، جار الله بن حمد بن سالمين، ولكن دخول على فريد من رشيد يتدخل وينتزع المركز الرابع مع أول كيلوين مترين تنقضي من هذه المسافة، مسافة الستة كيلومترات. اليوم يوم الستة كيلومترات. إذن المركز الرابع من يتقدم؟ رشيد. المركز الرابع يتقدم رشيد لسعادة المحافظ سليمان بن حمد آل جبرين وبقيادة محمد بن قريع المري. المركز الخامس أيها الأخوة فريد لجار الله بن حمد بن سالمين المري. هذه النتيجة للخمس المتقدمة الأولى، وعودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول وإلى الباز لسعيد بن حبيبة المري. يحتل الباز الصدارة ويسيطر على مقدمة الشوط، ولكن وليف أيها الأخوة، والتنافس بدأ من هذه اللحظات. وليف أيها الأخوة مشاهدين الكرام، وليف أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء لسعيد بن حمد بالزيوح يتسلل في هذه اللحظات، يتسلل ويخطف مقدمة الشوط في هذه اللحظات. وليف تعود ملكيته لسعيد بن حمد بالزيوح المري، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات المركز الثاني الباز لسعيد بن حمد بن حبيبة المري. إذن المركز الثالث أيها الأخوة، المركز الثالث عفيف راشد بن ناصر الجبر النعيمي، ولكن يتسلل رشيد لسعادة المحافظ سليمان بن حمد الجبرين وبقيادة الإمبراطور محمد بن قريع المري، يتسلل مع رشيد ويخطف المركز الثالث في هذا الشوط القمة، في هذا الشوط القوي، في هذا الشوط الملتهب، في هذا الشوط الناري، الشوط الأول الرئيسي، والمتابعة الجماهيرية الكبيرة لهذا الشوط.
الشوط. يا سلام، نقلة إلى المركز الرابع. ننتقل إلى المركز الرابع، وعفيف راشد بن ناصر الجبر النعيمي يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس ننتقل إلى المركز الخامس، ويا ليت المصور يعطيني صاحب عربة السيارة الثانية يعطيني المركز الخامس، لأنه بعيد نوعا ما عنا في عربة النقل والتعليق. المركز الخامس يصل في هذه اللحظات، هذا هو ظبيان العلي بن سعيد بن حلفان، وهذه الخمس المتقدمة الأولى. أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، كما نذكر أو نود التنويه بأن اللجنة المنظمة لسباق الهجن تنوه للسادة الراقبين بالمشاركة بسباق سمو المستشار الذي سيقام في 9 ديسمبر. التسجيل سيبدأ في يوم السبت 11 من هذا الشهر الجاري ديسمبر، ويستمر لمدة 6 أيام من السبت إلى الخميس، وعلى فترتين صباحية ومسائية. فمن أراد التسجيل الرجاء المبادرة في الوقت وفي الأيام المحددة. عودة أيها الأخوة مع آخر 2 كيلومتر، وما زال وليف يقود المسيرة. وليف يقود المسيرة ويقود دفة أمور هذا الشوط. الله يا وليف، يا سلام يا وليف، وعائدة ملكية وليف لسعيد بن حمد بن لزيوح، بينما رشيد الخوف على رشيد من يتسلل في المركز الثاني، الخوف على وليف من رشيد تعود ملكيته لسعادة المحافظ سليمان بن حمد آل جبرين وبقيادة الإمبراطور محمد بن قريع المري، بينما المركز الثالث أيها الأخوة الثالث الباز لسعيد بن حبيبة المري، بينما المركز الرابع النقلة على المركز الرابع ظبيان العلي بن محمد بن سعيد النابت، والمركز الخامس يصل في هذه اللحظات مرهب لبريك بن محمد بن بريك المري. وعودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، والمعركة الطاحنة بين رشيد ووليف. يتسلل رشيد أيها الأخوة أيها الأعزاء، ويسحب البساط، بساط المركز الأول في هذا الشوط. يا سلام يا رشيد العاني والقادم من المملكة العربية السعودية الشقيقة. نقترب من الكيلومتر الأخير، ورشيد ووليف، الله يا وليف، عاد وليف مرة أخرى لتطحن المعركة في هذا الشوط، ليشتد الصراع. ولكن رشيد، يا سلام رشيد يقود دفة الأمور بكل ثقة تامة، لم تصدر الأوامر حتى هذه اللحظات. رشيد بدأ أيها الأخوة مع دخولنا في الكيلومتر الأخير. يا سلام، الله يا رشيد، إن فاز رشيد فستذهب السلامات للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبالأخص إلى محافظة النعيرية وإلى سعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين. ولكن القادم، يا سلام، ظبيان أعلن الملاحقة، ظبيان العلي بن محمد بن سعيد النابت قادم، أيضا وليف في المركز الثالث، ومرهب قادم في المركز الرابع لبريك بن محمد بن بريك، يتسلل ويخطف المركز الثالث. ولكن يا سلام يا رشيد، الله 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 الله، الشوط الأول الرئيسي، إلى أين يتجه هذا الشرف العظيم، هذا الشرف الكبير؟ رشيد هو الأقرب، ولكن ظبيان في المركز الثاني، العلي بن محمد بن سعيد النابت، ولكن رشيد، الله يا رشيد، لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين، والإمبراطور في القيادة. يا سلام يا الإمبراطور محمد بن قريع المري، بالفعل هذا هو الإمبراطور في عالم التضمير، كبير يا بن قريع في هذا المجال، ومن خيرة الشباب المضمرين المشهورين في هذا المجال. إذن أيها الأخوة، رشيد ينتزع الشوط الأول الرئيسي للثنايا قعدان، تهانينا للأشقاء في المملكة العربية السعودية، والتهاني موصولة لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين، وإلى المضمر رشيد الإمبراطور محمد بن قرع المري تهانينا. والناموس المركز الثاني ظبيان علي بن محمد بن سعيد النابت، المركز الثالث مرهب لبريك بن محمد بن بريك المري، المركز الرابع ننتظر لحظات وصول المركز الرابع الحاكم لجابر بن مخيزيم المري، المركز الخامس وليف لسعيد بن حمد بن لزيوح
المري. هذه النتيجة للخمس المتقدمة الأولى، كل التهاني والناموس وألف ألف مبروك لمالك رشيد. سعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين قطع المسافة، قطع المسافة في 9 دقائق 52 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك رشيد، سعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين، والتهاني موصولة للإمبراطور محمد بن القريع المري. المركز الثاني يصل في هذه اللحظة الظبيان قاطعا مسافة 6 كيلومترات في 9 دقائق 52 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك ظبيان علي بن محمد بن سعيد النابت على هذا الفوز. المركز الثالث، ننتظر لحظات وصول المركز الثالث. أيضا من احتل المركز الثالث مرهب، ننتظر لحظات وصوله إلى خط النهاية. ها هو يصل، قطع المسافة في 9 دقائق 57 ثانية، 13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لبريك بن محمد بن بريك المري. لحظات أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء، وينطلق الشوط الثاني للثنائي أبكار، والثالث من هذه الفترة الصباحية.